ما السبب الذي يجعلك تجامل شخصا ما؟ عفية؟ ما لحقت انت؟ خلينا نشوف الست آمنة. السؤال هو ما السبب الذي يجعلك تجاملين شخصا ما؟ المصلحة. المصلحة؟ اي والله. الله ناس وايد جامل. المصلحة. المصلحة. صح. الحاجة المصلحة جاءت ثاني احتمال. نعم. خلينا نشوف ضحى. ضحى اذا قدرتي تعرفين الاحتمال الاول ممكن تقررين ان تلعبون انتوا او هم. اوكي ضحى شو تقولين؟ مديري بالعمل. المدير؟ نعم. كونه مدير. هذا مو السبب. المدير مدير وظيفة. انا ردت سبب مثل ما قالت الحاجة الكذا. اذا ست آمنة هسه انت اخذتي المبادرة وانت اللي جاوبتي، من حقك الان ان تلعبون او تحولون السؤال على الاساتذة. شنو رايك؟ احنا جايين حتى نلعب وحتى نتونس فاخذه. برافو عليك. يلا تفضح تفضلي وخلي الروح على الاطباء. الاطباء الدكتور عمر. الدكتور عمر اذكر لي سبب يجعلك تجامل شخصا ما. حتى ما اكسر خاطره، ما اكسر قلبه. يا شنو؟ ما اجامله حتى ما اكسر قلبه. ايش قد حلو هاي. بس العراقي يقول لك حتى لا اكسر قلبه. لا اكسر قلبه، اهتم بالمشاعر. يقول لك دكتور عمر يقول حتى ما اكسر خاطره، ما اكسر قلبه. صح، ما اكسر قلبه. الاحتمال الرابع الشفقه. الشفقه هنا تاتي بمعنى ما اريد اكسر قلبه، ما اقدر اكسر خاطره، يعني ما اريد انطبيه. بالضبط. جميل. ورنا شو تقولين؟ اذا احب الشخص اجامله من كحبي لهذا الشخص. لحبك لهذا الشخص. الحب. الله الله. الاحتمال الثالث الحب. شوفوا ايها الاساتذه يا سلام. الحاجه الحب الشفقه. باقي خمس احتمالات ونرجع الدكتور مصطفى شو تقول؟ احتراما وتبجيلا. ها للاحترام والتبجيل اجامل شخص احتراما وتبجيلا. خلينا نشوف. نعم. الدكتور مصطفى يقول اجامل هذا الشخص لاحترامه وتبجيله. الاحترام. صح.